بدأت التصريحات حول مرحلة حاسمة عاشتها الجزائر في تاريخها منذ الاستقلال، فبعد تصريحات قائد الأركان آنذاك خالد نزار جاءت تصريحات الرجل اللغز قائد المخابرات الأسبق محمد بتشين. متابعة في الموضوع مع هشام شريف. رحيل الرجل التاريخي حسين أي تحمد أخرج العديد من المسؤولين عن صمتهم وتحفظاتهم التي لازمتهم لسنوات طويلة. محمد بتشين الذي قاد المخابرات في فترة اتسمت بالضبابية وشح المعلومة يدلي بتصريحاته الآن ويفتح صندوقه الأسود. أنا رجل خدمت بلادي عندما كانت في حاجة إلي، وحاولت بكل إمكانياتي ومسؤولياتي إنقاذ ما يمكن إنقاذه حين كانت الجزائر تسير نحو الهاوية. ذكر اسمي دفع بي لأوضح بأن المسؤول الوحيد الذي كان يأمرني هو الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد. وفي شهادته عن الراحل حسين أيت أحمد وما قيل عنه من بعض المسؤولين يقول الرجل اللغز: أيت أحمد مجاهد ووطني ورجل عظيم مارس المعارضة. خروجي عن صمتي كان إنصافا لهذا الرجل حتى بعد وفاته، وهذه شهادة حق أريد بها حق، وسأواصل في سرد حقائق ظلت حبيسة الكتمان، وسأكشف التقرير الذي سيغير الكثير من الحقائق المحرفة. الرئيس السابق اليمين زروال هو الآخر كان محطة هامة في خرجة الجنرال حين قال: أفسد المفاوضات التي قدتها في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أين كانوا؟ هم فقط أرغمون على الرحيل من السلطة، هم من مارسوا الضغط على رجل عاقل ومحترم ووطني. التراشق الكلامي بين الجنرالات المتقاعدين يصنع جدلا واسعا في الساحة السياسية هذه الأيام، لكن تصريحاتهم ستكون لا محالة محطة هامة في كتابة تاريخ الجزائر الحديث، فهم من صنعوها.